والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن في زيارة تفقدية عاجلة لنعاين الأضرار التي لحقت بمستشفى طرابلس المركزي مستشفى شارع الزاوية. الحقيقة الأضرار اللي لحقت المستشفى أضرار جسيمة بقسم الجلدية وهو القسم المجاور لقسم الأمراض السارية. طبعا المبنى هذا تم صيانته حديثا، تم انتهاء منه حوالي من أسبوع ماضي. الأضرار كما ترون الآن، طبعا هذا الاستهداف ليس الاستهداف الأول، كان في سلسلة من الاستهدافات استهدفت مناطق العاصمة خصوصا المستشفيات. تم استهداف مستشفى الحوادث أبي سليم ومستشفى الخضراء بعدة قذائف صاروخية. طبعا هذه المشاهد استهداف ممنهج ومنظم للمستشفيات ليس الأول من نوعه. تم تشكيل غرفة قانونية للمتابعة القضائية لهذه التصرفات الرعناء التي لا تمثل الحضارة ولا تمثل الإنسانية. إن مجرم الحرب حفتر سوف يلحق قضائيا وقانونيا بالقانون الوطني والقانون الدولي. سوف تكون هناك تقييد دقيق وتقييد قانوني لكافة الجرائم. نحن لن نسكت ولن نصمت على هذه الجرائم. الحقيقة المشاهد التي تتالت في هذه الأيام مشاهد مرعبة، مشاهد مهولة لم نشاهدها إلا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. إن هذه من المشاهد النازية الفاشية التي تستهدف العناصر الوطنية من الأطباء والأطباء المساعدين ومن الكوادر ومن المدنيين. اليوم على سبيل المثال 14 مدني سقطوا جرحى نتيجة هذا العدوان الغاشم الذي طال المستشفى والمناطق المحيطة بالمستشفى. تتعالى الآن صوت أذان الفجر وبدل اتجاه الناس للعبادة وللبقاء في بيوتهم، تشاهدون نشر الفزع ونشر الرعب ونشر الدمار في العاصمة. ولكن نحن نقول لكم في هذا المؤتمر، نحن مصرون عن البناء ومصرون عن المضي قدما في تقديم الخدمات رغم الهجمات البربرية الهمجية، رغم السقطات التي تقوم به هذه العناصر المسلحة التي يعني مفروض توجه سلاحها للخارج للعدو، وهي توجه سلاحها للمواطن الليبي في 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 عاصمة في القرن 21، مما يعبر على دهوننا وتفاجؤنا بهذه السلسلة من الهجمات. نكرر، سوف يكون هناك مكتب للملاحقة القضائية سوف تدون فيه كافة الجرائم، وسوف تدين بتوقيعات وتصريحات الضحايا من المدنيين ومن المرافق الصحية والمرافق المدنية. نشكر حضوركم لتوثيق هذه الجرائم البشعة وتضافركم معنا، ونكرر نحن لن نصمت وسنمضي قدما وسنبلغ الجهات الدولية وكذلك الجهات القضائية وفق المعاهدات والمواثيق الدولية. شكرا.